التكافل الاجتماعي أوجه عدة، منها مشاركة الفعاليات على اختلافها في مساعدة المحتاجين، ما دفع نادي الفتوة الرياضي لإطلاق فعالية لا تقطع المعروف لتقديم العون إلى عدد من الأسر المحتاجة. الفتوة لا يقتصر على الرياض فقط، هو طبعا للشق الاجتماعي والإنساني له دور كبير، وإحنا الإيد المنفذة لهذا الدور إن شاء الله. حاليا احنا قاعد ننفذ حملة تطوعية بتوزيع أكثر من 1000 سلة غذائية لأهلنا بدير الزور ضمن معايير خاصة للمستفيدين، احنا نقدمها بصيغة هدية، نحب نكون إن إيد طيبة مع أهلنا. طبعا نحن حملتنا حاليا بمناسبة شهر رمضان الكريم، نستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان والأيتام القصر. احنا كمتطوعين طبعا قام نضبط السلات الغذائيه، طبعا نتواصل مع الاهالي برسائل نبعث لهم او اتصالات يتفضلون لعندنا لهون، نعبي البيانات ونسلمهم السلات الغذائيه، او طبعا في بعض حالات طبعا نطلع لعندها على البيوت ونسلمهم اياها. هذا العمل يعنيني كل شيء، لانه هذا عمل تطوعي، عرفني معنى التطوع، يعني اساعد المستحق. عمل التطوع شيء إنجاز كبير يعني اليوم. حملة نادي الفتوة تهدف لتوزيع 1000 سلة غذائية على الأسر الأشد فقرا، ويتم إنجازها بالتعاون مع المجتمع المحلي للتأكيد على أن الدور الاجتماعي لا يقل أهمية عن الدور الرياضي. للأخبارية السورية براهيم الظلي، دير الزور.